ان شاء الله. يا مرحبا. سلام الامراء. سلام خذ. العقيد طالع عباس خضر امر فوج 17 الموجود الكلي 332 المتفرقه 182 الحاضر 150 الفوج حاضر لتفتيش سيدي. شو علي مصطفى محمد معانا امر فوج 17 سيدي. الرائد بشار محدي الجشني فاش طوال 17 سيدي. زيارتنا اليوم الى فوج طوارئ 17 العامل في ناحيه النمرود ضمن قاطع سهل نينوى للاطلاع على قاطع المسؤوليه من جهه ومدى تنفيذ الاوامر الصادره من غرفه الحركات عمليات قياده شرطه نينوى. فوج الطوارئ 17 ادى واجبه بكل شجاعة خلال الفترة الماضية وأدعوهم إلى أن يقضوا الحذر والانتباه الشديد وتفويت الفرصة على كل من يحاول أن يتطاول أو يتجاوز على القانون. هذا الفوج الذي تم تشكيله حديثا أولويات عمله هو التعاون مع كل القطاعات الأمنية الموجودة ضمن قاطع المسؤولية بروح الفريق الواحد من جهة وكذلك تطبيق القانون ضمن قاطع المسؤولية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم بما فيه خدمة للمحافظة وللبلاد إن شاء الله.